تسع دقائق و 36 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد. هذا التوقيت الزمني بالنسبة للثلاث المراكز، ولكن لا زالت قاية هي صاحبة أفضل توقيت، وهي الصامدة بالتوقيت قاية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير. قطعت المسافة في تسع دقائق و 28 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا في أول أشواط هذا المساء. هكذا مشاهدينا الأعزاء تتواصل الإذاعة ويتجدد اللقاء بكم في تجدد أشواطنا مع المهجنات التي انطلقت لتحمل لكم روح النشاط والتنافس في الستة كيلومترات لتتنافس على تحقيق وناموس هذا الشوط. شوط ينتهي وشوط يبدأ كذلك ليحمل لنا الأثار الجميلة والرائعة. نسير مع المراكز الأولى ومع هذا الاندفاع لنتابع المقدمة. على المقدمة وجود تنطلق على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أحمد بن سلطان بن رشيد يأتي بوجود، بينما هناك الملاحقة من المركز الثاني. هذه بنت صوغان تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يتولى تضميرها، وثالث المراكز تأتينا نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة مطار بن لاحج الهاجري. بينما المركز الرابع في هذه اللحظة من الجانب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدية، وهي اسمها الظبي. لفتة تتسلل على حساب وجود، يا سلام يا سلام، هذه لفتة مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب بقيادة مطر بن محمد بالظبي على لحظات الوصول، اللحظات الأخيرة. وهذه اللفتة، هذه التي لفتت أنظار الجماهير بأداها الجميل وبفوزها. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك تهانينا وشكر وتقدير لمطر بن محمد بالضبيعة. بينما المركز الثاني وجود لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث وصلت في بن صوغان لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع وصلت في منهج العاصفة، والمركز الخامس يمايل لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كان مسار هذا الشوط، وهذه لفتة على شاشة التلفزيون بتوقيت الزمني 9 دقائق و31 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا كذلك لمطر بالضبيعة. بينما وصلت في المركز الثاني وجود قطعت المسافة في 9 دقائق و31 ثانية، 9 أجزاء من الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم.